ولقد وقف الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه ذات يوم بين المقابر ونادى: يا اهل القبور السلام عليكم، اما اموالكم فقد قسمت، واما دياركم فقد سكنت بغيركم، واما نساؤكم فقد تزوجن رجالا غيركم، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ المال انتقلت ملكيته، المال الذي طويت من اجله الدنيا مشرقا ومغربا، من الكويت مره ومن السعوديه اخرى ومن ليبيا مره ثالثه، دفت الدنيا مشرقا ومغربا، ولكن لا بد ان تنام على فراش الموت. هذا المال الذي جمعته اخذه غيرك، الدار التي بنيتها اخذها غيرك، امراتك التي قطعت من اجلها الارحام، ووصيت الواحد الديان امراتك التي صدقتها وكذبت امك، ووصلتها وجفوت اباك، امراتك تزوجت غيرك،